لعبة منتخب الكويت. جس النفط لا يزال متواجد حقيقة ما بين الأزرق والعنابي مساء بتوقيت مكة المكرمة، يعني بمعنى أن المباراة القادمة بعد هذه المباراة مباشرة عمان وسوريا على ملعب الغرافة. هذه المباراة طبعا تقام هنا على ملعب نادي قطر الكويتي. شوف هذه العرقة اللي كانت لعبد يعديها، ولكن ايضا مقطوعة من جانب الازرق. ازرق الكويتي يحاول يعدي، ولكن ايضا في عرقلة واضحة تماما وفي خطأ الان لصالح انذار. اول انذار في المباراة من الحكم البحريني السيد جعفر العلوي، والانذار للاعب طاهر زكريا. اذا اول انذار في المباراة، شوف هذا هو طاهر زكريا وهذا هو عبد العزيز العنزي. حقيقه مكانه مرموقه جدا سواء على الصعيد الخليجي او على الصعيد العربي او حتى على الصعيد الاسيوي والدولي طبعا بكاس العالم. هذه كره بتلعب وتوصل، لكن ايضا بتتخلص من حارس المرمى. اثنين من اللاعبين الممتازين وهما علي عفيفي والاخر خلفان ابراهيم خلفان. كره بتوصل من سبعه عبد العزيز العنزي، ولكن الهدف رايح يحل المباراة، راح نشوف رتم المباراة اسرع، الرتم راح يكون اسرع، وهذه كرة بتلعب وتطلع ايضا الى خارج الملعب وضربة مرمى. بهدفين مقابل لا شيء هنا في افتتاح مباراة الفريقين، وهذه كرة بتنحط ولكن انحطت خارج الملعب من عبد العزيز العنزي. هذا هو عبد العزيز العنزي. كرة تهيأت بشكل حلو، دخلت فيها ولعبت فيها ومريت وعملت كل شيء، ولكن فعلا يا عبد العزيز الكرة عدت إلى خارج الملعب وضاعت فرصة، ضاعت حقيقة فرصة مؤكدة لمنتخب الكويت. فيما المباراة الثانية التي جمعت ما بين عمان وسوريا، الكرة اللي انحطت على طول بشكل جميل انحطت، ولكن سهلة كانت آخرتها في الدوحة في البطولة اللي أقيمت عام 1988، وهذه الكرة بتنحط. الله، هذه واحدة من الكرات الحلوة عن طريق عبد العزيز العتوي على طول لمنتخب الكويت عن طريق عبد العزيز العنزي. العنزي في مكان حلو، وهذه محاولة هجومية الآن زرقاء، ولكن أيضا الكرة شوف عبد العزيز العنزي على طول. تكلم عن منتخبات الشباب، وأحلى ما في المباراة الحس الشبابي، الحس حقيقة البسيط، الحس اللي فعلا يحاول جاهدا سواء من منتخب الكويت أو والفريقين هما مستقبل البلدين، والفريقين يحاولون حقيقة يعني إعطاء المزيد من المتعة، المزيد من الإثارة. عبد العزيز العنزي على طول عالية وتنحط وتنحط الجول، وجول عبد العزيز العنزي. خلنا نشوف هذا هو عبد العزيز لعبها وارتدت، وبعد ذلك من المدافع 17 يكمل عليه عامر الفضلي. عامر الفضلي هو اللي كمل عليها، والكره دفي احضان الحارس الدولي الكويتي خالد الرشيدي. شوف الهجمات الان الامور مفتوحه واللعب مفتوح والهجوم مفتوح وطريقه اللعب مفتوحه على صعيد دوره العاب غرب اسيا، وهذه كره بتنقل جراح زهيده يلعبها. ناقصة تلعب ناقصة لاعب، وهذا هو المشموم اللي لعبها، المشموم شم ريحتها يا اما زرقاء يا اما عنابية يا اما التعادل والوسط، والوسط هو التعادل 2-2. ممكن هذه كرة اللعب وعرضية، ولكن ايضا بتتخلص المباراة على ما هي عليه. واذا ما فاز اليوم قطر وكسب الكويت في هذه المباراة الافتتاحية هنا بدورة العاب غرب اسيا ما بين الفريقين، فهذا يعني بأن قطر رد، لكن أيضا على طول بالمرصاد المدافع بيخلصها. عبد العزيز العنزي بداية هجمة عكسية مرتدة لمنتخب الكويت عن طريق عبد العزيز، يحاول يمر يعدي، ممكن يسدد وممكن يشوت. أوه. لا 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 لا، أنا كنت أفكرها حقيقة ركلة جزاء، لكن فعلا الحكم البحريني السيد جعفر العلوي يحتسب خطأ، يحتسب خطأ وينشر انذار في وجه عبد العزيز العنزي. ليش؟ لأنه حاول يمثل، حاول يمشيها على حكم المباراة، لكن لا يا عبد العزيز ما تمشي ما تمشي
ما تمشي على حكم مباراته. وفي على كل كان في اشتراك، كان في اشتراك، ولكن الحكم هو الأقرب، الحكم البحريني السيد. من هو الكثير في المستقبل من الناحية الكويتية بالنظر لما يقدمه في هذه الفترة؟ ممتاز، يحاول المرور، يسقط على الأرض جراء الخطأ، ركلة الحرة الكويتية. إمكاناته الفنية عالية جدا، عالية جدا، وهذا الأمر في حال مرور يخسر الكرة. جواد نيكونام، هذا عبد العزيز العنيزي على الأرض، نشاهده يعني كثيرا على الأرض، أولا بسبب مهارات الفردية وأول بطاقة صفراء. الحكم السعودي يحاول ضبط المباراة منذ البداية، بطاقة صفراء أولى ترفع في هذه المباراة. محمد نوري ينال البطاقة الصفراء الأولى، يحاول ضبط المباراة. وعبد العزيز العنيزي يعني بالنظر لإمكانات الفنية العالية، هذا الخطأ بالأحرى كان من جلال أكبري، هو الذي نال البطاقة الصفراء. جلال أكبري فأذن، ينال البطاقة الصفراء الأولى. يعني فنيا لاعب متميز أرش برهاني، وهذا اللاعب المتميز جدا على المستوى الفني يحصل على الخطأ، متميز جدا بالفعل. حماية الكرة متميزة، يعني الموهبة تظهر سريعا في عالم كرة القدم. هذا سيد جلال حسيني، أحمد تماس، عامر معتوق الفضل إلى عبد العزيز المشعان. يلا يا المشعان، برافو، يكسب خطأ. أحمد تماس، عامر معتوق الفضل إلى عبد العزيز المشعان. يلا يا المشعان، برافو، يكسب خطأ. يكسب خطأ المشعان، لديه فنية راقية. محاولة كويتية، دقيقتين من الوقت المحتسب بدل ضائع. العنيزي، عبد العزيز العنيزي يحاول المرور، ينجح. خطر العنيزي، خطر جدا، يحاول المتابعة الرقم 7، يتابع ويحصل على الخطأ. مميز جدا، هذا المطلوب من اللاعب بالنسبة لجميع زملائه. اللاعب الموهوب جدا أن يمر عن اللاعبين، وفي حال لم يستطع يحصل على ركلات حرة في مكان خطر جدا. هذا ما يفعله النجم المنتخب الكويتي عبد العزيز العنيزي، يعني هو بالمناسبة الذي تحصل على الركلتين الحرتين التي من خلالهما شاهدنا فرصتي الكويت الخطيرتين في الشوط الأول، لكن هذه الركلة من المكان الأخطر، من مكان مثالي. الخطأ ارتكبه هو حيدري. سنشاهد الفرصة الأخيرة من الشوط الأول، وسيكون أمر مميز جدا للمنتخب الأزرق في حال نجح بتسجيل هدف من هذه الكرة، لأنه سيدخل مباشرة إلى غرف الملابس بعد هذه الكرة. ركلة حرة كويتية، فرصة تقدم، تسديدة رائعة، والكرة ترتد من العارضة. سيء الحظ جدا المنتخب الكويتي بهذه الكرة، سيء الحظ جدا، كان قريب جدا من افتتاح التسجيل. كرة رائعة لعبت من الضربة الحرة، يعرف تماما مانويل أموروس أن المنتخب الكويتي كان قريب من التسجيل، ولاحظوا الكرة من الموهبة الكويتية من عبد العزيز العنيزي، كرة على طريقة زميل أموروس الشهير جدا، العملاق جدا. على سليماني، تلعب سريعة وتعود كرة كويتية، لا ينجح بالمرور، لا ينجح بالمرور في هذه الكرة. عبد العزيز العنيزي يسقط على الأرض، نتمنى أن لا يكون قد تعرض لإصابة. مع المواهب في عالم كرة القدم، تعاطف من الجميع مع المواهب، لأن الموهبة نتمنى دائما أن تبقى على أرض الملعب، نتمنى أن لا يصاب أي لاعب بأي مكروه، خصوصا الموهوبين يعني. والموهبة دائما معرضة للإصابات، نتذكر الكثير من اللاعبين، ربما أشهرهم في التاريخ على مستوى الإصابات قد يكون رونالدو أو ماركو فان باستن، من الأشهر في التاريخ على مستوى الإصابات. الأول للمنتخب الكويتي، تعود الكرة كويتية، العنيزي يطلب الكرة، يحصل عليها رقم 7، الموهبة الكويتية، يحاول المرور، العنيزي في مواجهة مع سليماني، يحصل على الخطأ العنيزي. يعني بإمكان الكويتيين أن يقفوا كثيرا عندما تصل الكرة للعنيزي، يعني نادرا ما يخسر الكرة العنيزي، خصوصا بسهولة. لاحظوا السيطرة على الكرة، حماية الكرة. ضرب الحرة للمنتخب الكويتي، خالد رشيدي يلعب الكرة إلى المنطقة الإيرانية، هذا عبد العزيز من دون أدنى شك، هذا العنيزي يمرر على الجهة اليسرى، الوضاحي يحاول المرور، ينجح أيضا، إمكانات جيدة، الوضاحي يلعب الكرة العرضية. لكن كما ذكرنا يعني إحدى هذه المواهب موجودة حاليا مع بايرن ميونخ في ألمانيا، علي كريمي، لكن بحسب ما نشاهد من جادي كولاي، هذا مرور أيضا، هذه موهبة كبيرة، ويستحق البطاقة الصفراء، يستحق البطاقة الصفراء. يعني نتيجة تقدم المنتخب الإيراني بأربع أهداف نظيفة، لماذا هذه الأخطاء القاسية؟ يمضي أغلب وقته على أرض الملعب، عندما يحصل على الكرة على أرض الملعب عبد العزيز.